تطبخ هذه الأموال في حسابات النادي، لكن جاءتني طبعا تطمينات كبيرة جدا إنه نقدر نبدأ في الاستقطابات وفي التوقيع مع اللاعبين، وهذه مسؤولية كبيرة جدا علينا إحنا كمجلس إدارة، لأنه ما دخل النادي، بس هذه المسؤولية جاية من بعد تطمينات كبيرة من المسؤولين، وبالتالي سنقوم إن شاء الله بالتعاقد في القريب العاجل من هذه اللجنة، فبالتالي سيكون صوتي مسموع ويكون لي وزن أيضا في هذه اللجنة، وإن شاء الله يعني ستنعكس خبراتي وتطلعاتي وبقوة في الاختيارات التي ستتم في المرحلة القادمة. بالنسبة للملفات المتعلقة بوزارة الرياضة، أيضا كما هو في الصندوق وجدت دعم وأبواب مفتحة في وزارة الرياضة، تقابلت مع كثير من المسؤولين هناك، وصلنا لنتائج ممتازة جدا. بالنسبة للميزانيات، هذا السؤال الجمهور طبعا بيطرحه ولازم نتطرق له. بالنسبة للميزانيات، كما صرح قابل قديما من سواء من البرنامج او من رئيس النادي، انه الميزانيات استنفذت لجميع الانديه في العام الماضي لثلاث سنوات القادمه، لكن وجدنا حل لنادي الاتحاد. الجميع معترف ومقدر ان نادي الاتحاد لم يعطى الميزانيات الكافيه له العام الماضي، وهذا شيء يعني ما يستخبى، الجمهور عارف والناس كلها عارفه، وبالتالي هناك فرق في الدعم كان في العام الماضي. عملنا على تغطية هذا الفرق الكبير في رأيي بين الأندية الأخرى بين الاتحاد. أعتقد وصلنا لحل ممتاز، حنحصل على ميزانية ممتازة جدا. هل هي الميزانية حتوصلنا للأندية المنافسة؟ لازم أبحث وأتأكد من هذه النقطة، وإن لم نصل سنحاول ونطالب بإكمال هذه الطوارئ بيننا وبين الأندية الأخرى. على الأقل الميزانية الموجودة الآن تمكن النادي من تقدم خطوات كبيرة جدا للعمل على هذا الملف في فترة الانتقالات الصيفية. توفر الميزانية، معظم المشاكل اللي كانت بين النادي وبين البرنامج تكون انحلت. فالأمور الثانية اللي هي النادي سيكون له الحق يختار من يريده من اللاعبين، لن يفرض علينا اي لاعب، وبالتالي لنا الحريه في اتخاذ هذه القرارات. والعلاقه مع البرنامج اعتقد ممتاز جدا. الاخوه في البرنامج تقابلت معهم عده لقاءات، وخصوصا مع الاستاذ سعد النبيل، لقيت منه دعم كبير جدا، لقيت منه تعاون. انا على اتصال معه بشكل يومي عدة مرات في بعض الأحيان، في مواضيع كثيرة أخذ رأيه فيها، في مواضيع كثيرة هو يتصل بتقديم دعم في مواضيع أنا طرحتها عليه في السابق. فمن هذه الناحية أنا متفائل بها. عدة لاعبين، ولكن في هذه الفترة لابد أن نكون يعني في علاقات كثير من الذكاء في اختياراتنا. لا نستطيع أن نحضر ريال واحد. لازم العام الماضي كان سعره 20 واشتريته أندية 40، احنا لو كان سعره 20 لازم نشتريه ب 15. ليس هناك أي مبالغ نستطيع أن نهدرها في هذه المرحلة، وبالتالي العبء كبير جدا. لازم اختياراتنا تكون دقيقة، لازم نوازن بين السعر وتوفر اللاعب وبين وضعيته مع كامل الفريق وليس انفراديا كلاعب منفصل، بس لازم يكون ضمن نطاق فريق متكامل. فكل هذا رسالتي للجمهور، تقدروا تشوفوها عندكم على حساباتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعتقد غطيت كل شيء، فما في ولا سؤال. استاذ والله يوفقك لخدمه النادي يا رب ان شاء الله. خلاص.